بالقانون. بالقانون اليوم موضوعنا باش يكون مع الأستاذ عبد الرحمن الكيفي. قبل ما تشري سيارة من شنو لازم تنتبه؟ معناتها الجانب القانوني للموضوع، ماناش نحكيو جانب قطع غيار ولا غيره التقني، نحكيو الجانب القانوني للموضوع. معنا الأستاذ عبد الرحمن الكيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بك. عسلامة لبنى، مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين تاع اكسبريس اف ام والاكيب اللي معاك الكل. مشكور جدا على التدخل معنا. اذا طرحت السؤال من قبل ما تخمم باش تشري كهرباء، من شنو لازمك تنتبه من الناحيه القانونيه البحته؟ باهي، فما دي ريفلكس عايزين يكونوا عندنا، خاصه في السكي عربيات وسيارات وكل شيء. ماذا بينك الكارت غريس كي نسلموها في دينا نقراوها شويه، نشوفوها اش فيها اش ما فيهاش، خاطر في ساعات فما دي ريستريكسيون في وسطها، كيما رهنيه كيما تحمل كيما اي حاجه تنجم تفيدنا. هذه حاجه الاولى، ساعه لو ريفلكس الاولى. الحاجه الثانيه، راهو عقد بيع عربه سياره ولا شاحنه ولا تحب، راهو لازم يكون كتابي، ما يكونش شفاه. كتابي يعني يكون ممضين فيه البيع والشاري في تنصيصات وشبية بالطبيعة. علاش؟ لأنه العقد هذاك نستحقوله كنجيو باش نبدلو البطاقة الرمادية لكارت غريز باش تولي العربة هذيك ملك، لأنه أنت في النهاية شنو أقصى طموحك؟ كونه الملكية ترجع لك أنت، باش الفلوس اللي حطيتها في المقابل متاعها السيارة هذيك تولي ملكك. به بالطبيعة من غير ما نحكيه على يلزم نعمل المعاينه هذيك، لان باش نشوفوا يندرا التنصيصات نتاعها والسلسله اللي خرجت بها من المعمل صحيحه ولا لا، مطابقه للكارت غريز ولا لا، لانه هذا زاد مهم، لانه زاد نعرفوا اللي فما زاد دي غيزو نتاع السيارات يعني مفبركه، وفما اللي يجيبك البلاك كونستركتور هذيك ويحطها فيها حاجه اخرى. دونك هذا كله زاد نثبتوا باش بالمعاينه اللي نعملوها في وكالة التشخيص الفني هذيك نتاع اللي تابع السيرفيس دامين. اذا كان ما عنديش برشا وقت، نحب نركز على زوج حاجات مهمين، وهذا دي ريفليكس نكون عند المستمعين. الحاجه الاولانيه اللي انا نخاف منها هي البيع بالتوكيل. ايش معناها بيع بالتوكيل؟ يعرفوها سيرتو القشاره والناس اللي يمشي للسوق وكل شيء، يقول لك انا اخويا تلقى شاري، يقول لك لا، ويبدا هو جينيرالمون معناها هو بيدو معناها قشار ولا سمسار، يقول لك انا اعمل لي توكيل وانا تو نتصرف به ويخلصك. هنا لازم ننتبهوا الحاجة. راهو كي تعطي توكيل انت وخذيت فليساتك، راك ما منعتش، معناها يعني طونك ما تبدلتش الكارت غريز باسمك، راهو يا توجور ان بروبليم. فاش لبنى؟ لانه السياره مازالت ملكك، دونك انت مسؤول عليها. كي نقول ملكك اش معناها؟ معناها اذا كان لا قدر الله تشدت الكرهبة، فيها مخدرات، فيها جريمه، فيها ممنوعات، فيها ارهاب، فيها اللي تحب انت، راهو اول حد باش يعيطوا له باش يبحثوه والله اعلم باش يتحمل هو مالك السياره. دونك ما تخممش كان اعطيني الفليسات وهو توكيل وتصرف. لا، انا نصيحه، ما تبيعش بتوكيل، بيع باش الشاري هو يمشي يبدل الكارت نتاعو، لانه فما اجال دايور بالكارت غريز، لانه دون لي 15 جور لازم تبدل، واذا كانت فوت 3 شهور فما حتى عقوبات، معناها فما محاضر قانونيه تمشي حتى للمحكمه وفيها حتى خطايا كبيره. باهي، الريفليكس الثاني، باهي، انت شريت كهرباء مشيت باش تبدل الكارت غريز يا لبنى، ويقولوا لك راه سامحني ما نجموش نبدل الكارت غريز لانه الكهرباء هذه فيها عقله. فيها عقلة. ايش معناها فيها عقلة؟ يعني البايع اللي باع لك السيارة هو عنده دين لحد آخر صدر عليه حكم ومشى عمل له اعتراض على في الوكالة النقل البري هذيك على استبدال الكارت غريز هذيك. دونك ما تنجم أنت تبدل الكارت غريز نتاعك يا لبنى إلا ما تفض مشكلة العقلة هذية، ويزم يقع رفعها. كيفاش يقع رفعها؟ أنت باش تشوف ساعة شكون العدل المنفذ اللي قائم بالاعتراض اللي قائم بالعقلة هذيك، باش تنجم أنت يتشوف مع البايع تقول له يا خويا أنا ما عنديش دخل، هذا دين تابعك أنت وموظف على السيارة اللي أنت بعتها لي. دونك تنجم تكون أنت على سوء نية ومعناها وبالعاني ما حبيت تصدمني باش تهرب انت من المسؤوليه. وبالطبيعه ديما فما الحل القانوني، اذا كان ما حبش تعرف بالطبيعه تنجم تعمل قضيه فسخ وتطلب التعويض، واذا كان حتى اذا كان يطلع هو معناها عن سوء نيه وكذا
تنجم تطالبه حتى جزائيا، لانه تسمى هنا تحيل عليك، لانه يعرف اللي السياره نتاعو ديجا فيها 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 مشكلة. ولو أنه هنا نحب بين قوسين، علاش علاش أنا سؤال هنا، علاش وكالة النقل البري السردي تأمين ماهوش متاح لأي شخص باش يشري سيارة يهز النمرو هذاك ويطلع على الوضعية نتاعها؟ هنا فما سؤال، وربما هنا دعوة اللي كنت لبنى نهار من نهارات نجم تخاطب عن المسؤولين على وكالة النقل البري، قل لهم علاش في دفتر خانة أي إنسان يهز عدد يمشي يشوف العقار بالمليارات، يعرف شكون فيه وشكون شاريه وشكون تعدى وشنو الرهون اللي فيه وشنو الكريدي اللي موظفين عليه وكل شيء، وهذا من حق كل مواطن باش يشري ولا حاجه يكون محمي. علاش في السيارات ما نجموش احنا نمشيو للسيرفي الامين نثبتوا في شنو هي الوضعيه نتاع السياره قبل ما نشريها؟ هذه حاجه. ونحب ربما ننهي بحاجه اخرى، حكايه العربون هذا تمشي للسوق تعطي عربون، راهو عربون سي تان ريسك. علاش؟ لانه انت عطيت عربون صحيح، لكن ما تعرفش شنو وضعيه السياره، ان درا باش تشريها ما تشريهاش، شنو وضعيتها، دونك ما فيها باس. حتى كان فهمت انت وياه نجم تعمل موعد وتمشي الساعه للسيرفيس تامين وتعمل بيان سور دياغنوستيك نتاعك باش تنجم تحمي روحك. ونحب ننهي في الاخر بكل نقول، راهو بالنسبه للناس اللي تشري العربيات لبنى ببته عموميه. البتة العمومية الحاجة الافونتاج فيها هو مفعول تطهيري، يعني إذا كان فيها رهون، إذا كان فيها مشاكل كل تتنحى، لأنه محضر البيع هذاك اللي بتشري به أنت اعتمادا على بتة عمومية، هذاك يعطيك الحق باش تبدل كارت جريز نتاعك وتاخذها كارت جريز نظيفة، ما عندك فيها حتى مشكل. حاجة بركة تشري بتة عمومية ما عندكش الضمان، تقبلها كيف ما هي، ما تنجيش تقول غدوه ما فيها مشكله ولا الموتور فيه كذا ولا كذا، لا، راهو بته عموميه قضائيه، راهو تقبلها على حالتها كما هي. واضح سي عبد الرحمن. سي عبد الرحمن، مره اخرى ان شاء الله نزيدو نحكيو باكثر تفاصيل خفهموا الناس، العربون هذايا ينجم يكون شفاهي والا لا، يلزم يكون مكتوب والا لا، هل انه ينجم يحطني في اشكاليات زاد العربون، اني نعطي عربون باش ناخذ كرهبه ونمشي معناتها بالثقه وشفاهيا، هذايا ينجم يقول لي معناتها لا انا ما عطيتني حتى شيء، معناها اهميه كل شيء يكون موثق فيما يتعلق بانك باش تاخذ كرهبه. ونرجع اكثر زاد بالتفاصيل على حكاية شراء العربيات في البتة العمومية، من شنو لازمك تنتبه وشنو الوضعية اللي تحط فيها نفسك. مشكور جدا الأستاذ عبد الرحمن الكافي على كل هذه التوضيحات، شنو من شنو لازمك تنتبه قبل ما تشري سيارة من الناحية القانونية الإجرائية كانت ذي بالقانون. اليوم احنا مازلنا مواصلين معكم.